عزيز أخنوش، كيفاش النقابات التعليمية اليوم بسبب الإضرابات اللي كيديروا يوميا؟ خليكم معايا باش تعرفوا شنو قال متابعنا الكرام. دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقابات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل، مؤكد أن الحكومة متشبتة بالالتزامات ديالها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بالواجبات ديالها على أفضل وجه. قال أخنوش اليوم الخميس في مستهل أشغال المجلس الحكومي أن القناعات ديالنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول ناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك يدعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي. فجدد أخنوش التأكيد على أن الحكومة على استعداد لتوطيد القنوات الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. فأضاف أخنوش أن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له الملك محمد السادس. فعزيز أخنوش بعد الحيحة اللي داروا الأساتذة يدعو النقابات التعليمية للحوار باش أنهم يقدروا يتلقاو بحلول مناسبة، يعني هادو بأن دوك الإضرابات ما غيفيدهم حتى شي حاجة، خاص ضروري يتلقاو ويتناقشوا ويديروا النقاط على الحروف، فالله يدلهم تاولة الخير يا ربي. فبهذا متابعنا الكرام كنكون وصلت لنهاية الفيديو، فكنشكركم على المتابعة والاستماع، كنقول لكم السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم ونلقاكم في فيديو جديد بإذن الله، تكونوا كتشاهدوا وانتم بصحة جيدة، فالسلام عليكم.